يعني ايه؟ يعني ايه يعني الامانات تتسرق يا حليمه؟ يعني ايه؟ لا ايه اللي اتسرق بالظبط يا حليمه؟ ولا حاجه يا فندم، الامانات اصلا ما فيهاش حاجه تتسرق، كل اللي فيها شويه بزازات شويه بترونات. لا دي عمليه تخريب، عمليه تخريب ممنهجه وانا اللي مقصود بيها. سهوني امبارح سهوني ضربوني بحاجه على دماغي، غبت عن الوعي ونمت، حلمت حلم جميل ان انا بتمشى وفي بنت جميله بتغني لابسه فستان ابيض كده. يا فندم ايوه اسمعي، اللي حصل ده ما يتسكتش عليه، اللي حصل ده انا اللي مقصود بيه، عشان لما يجي صاحب الدار بكره يقول لي يا فاشل يلي رميتك من الشوارع. انا فاشل يا حليمه؟ لا انا مش فاشل يا حليمه، انا مش فاشل. انت ما تعرفيش حاجه، ما تعرفيش بيقول لي ايه كل مره بيهزقني فيها. ما تقلقش يا فندم، انا اوعد حضرتك ان انا هبذل قصارى جهدي ان انا اعرف مين اللي عمل كده. المجرم لازم ينال جزاؤه. انا عايز كل حاجه ترجع زي ما كانت قبل الزياره بتاعت بكره. ها رصي كل حاجه في الدواليب، وبعدين تمسحي البصمات وترشي معطر جو عشان ريحه العرق بتبقى وحشه قوي هناك. انا عايز المسرحيه تنجح يا حليمه، المسرحيه بتاعت الاولاد لازم تنجح. بس اهلا اهلا بالحلوين، اهلا اهلا بالطعمين، كله يجمع عندي هنا بسرعه. الناصح او الناصحه اللي ارتكب الجريمه التخريبيه بتاعت امبارح دي، لو فاكر انه هيقدر يفلت من العقاب يبقى واهم. انا جمعتكم النهارده عشان اقول لكم ان انا قربت جدا اني اوصل له، وساعتها مش هرحمه. طبعا هو حد جديد معانا هنا، لانه لو حد قديم اكيد كان هيبقى عارف مين حليمه، فما كانش هيعرف يعمل كده. الناس القديمه تقدر تتفضل، الناس الجديده تستنى معانا هنا. خدوا هنا. هتستعبطوا؟ حضرتك احنا قدام، احنا هنا من امبارح. انت خايف ليه يا حبيبي؟ هو انت عملت حاجه غلط؟ لا احنا عملناش حاجه غلط، حتى اسالي اي حد هنا في الملجا احنا مش بنعمل حاجه دلوقتي، صح؟ احنا ممكن نكون يا ست هانم فقراء واطفال شوارع، بس عندنا شرف بنكسبها من عرق جبالنا، وعمرنا ما نعمل حاجة نوتي أبدا. وأنا ما قلتش إن أنتوا عملتوا حاجة نوتي. هو أنتوا عملتوا حاجة نوتي؟ أنا بس بقول إن لو ليكوا أي علاقة باللي حصل إمبارح ده، من الأحسن إن أنتوا تعترفوا. ساعتها هيكون عقابكوا أهون بكتير قوي. هو إحنا لو اعترفنا هتودينا غرفة الطفل الطموح؟ شوفي بقى يا جميلة، احنا عندنا هنا مكانين، المكان الأولاني بتاع اللي بيعمل حاجة نوتي وساعتها بيروح أوضة الفيران، أما بقى الطفل الشطور الأمور الجميل لما بيعمل حاجة حلوة بنوديه غرفة الطفل الطموح. طب يلا بقى ودينا غرفة الطفل الطموح. لا استنى، مش بسهولة كده، لازم تعملوا حاجة حلوة. أقول لكم اشتركوا في المسرحية وخليكوا شطورين وينجحوا وخدوا بيها المركز الأول، وساعتها هوديكوا غرفة الطفل الطموح. أما بقى لو خسرتوا فأنتوا عارفين هتروحوا فين.